الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن شاء الله نجيب في عجالة على الأسئلة الواردة. السؤال الأول يقول: ما حكم صلاة التسابيح وهل هي واردة؟ وشكرا. صلاة التسابيح فيها خلاف بين أهل العلم، وبعض العلماء بصحيح الحديث الوارد فيها كالشيخ العلامة الألباني وغيره، وكثير من أهل العلم بضعيف الحديث الوارد كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام أحمد. بن تيمية يقول الحديث باطل، والإمام أحمد أيضا يقول لا يصح الحديث الوارد في صلاة التسابيح. وكذلك نصر هذا القول الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين على أن صلاة التراويح أو التسابيح هي غير واردة من ناحية ثبوت الحديث، وأيضا من ناحية الصفة بتاعتها صفة مخالفة لصفة الصلاة المعروفة، ولذلك ليس من السنة وغير مشروعة، والإنسان ما يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. طيب، اثنين يقول: في هذه الأيام توجد أزمة في البنوك، وبعضهم يعطيك كاش ويعطيك شيك مع زيادة، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ أخوان، المعاملة دي غلط، ودي في أول حاجة من الإشكالات كون زول يديك يلقاك أنت محتاج يقولوش كاش في يدك، وبعد ذاك يقوم يديك شيك على أنك أنت تدفع الكاش الشيك بالزيادة. عفوا، أنت داير كاش، يقوم يقول لك تكتب لي شيك بالزيادة، فيديك الكاش مثلا 30,000 وانت تكتب له الشيك 31,000 او 32,000، وانت احيانا بتكون مستعجل ومحتاج للمبلغ المالي ده في يدك، ويبقى صعب عليك شوية في الوضع العام بتاع البلد انك انت تطلع الاسم شنو ده او الكاش في الوقت اللي انت عايزه. وعلى اي حال، دي أول حاجة فيها إشكالية من ناحية إنه ده ربا صريح، لأنه ده مال بمال، ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وربنا يقول: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالربا يا أخواننا من كبائر الذنوب، والإنسان لئن يزني الإنسان بأمه خير له من أن يتعامل بالربا، والعياذ بالله. فأولا ده ربا. الحاجة الثانية ده فيه يا أخوانا استغلال لأحوال الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. فإنت يا أخي في الاقتضاء في تدين الإنسان يخليك ذو السمح، ومعاملتك معاملة كريمة، ما تبتز الناس وتستغل أوضاع الناس عشان إنت يا أخي تكسب قروش زي دي، فهذا كله يا أخواننا ما بيجوز. وبعدين مسألة ثالثة مهمة تتعلق بالموضوع ده، إنه يا أخواننا إذا أصابنا نحن أي ضر في مالنا أو في أهلنا أو في وطننا، وأصابتنا ضيق وحاجة، نحن الواجب علينا نرجع للدين ونتمسك بالدين ونرجع للقرآن والسنة، ونشوف كيف الصحابة زمان رضي الله عنهم كان بيعالج أمور زي دي. يعني دائما معالجة أي ضائقة بتكون بالرجوع للدين. ابن عباس رضي الله عنه لما أصاب القحط الصحابة، العباس رضي الله عنه أصاب القحط الصحابة، وبعد ذاك طلبوا منه أنه يستسقي، قال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، اللهم تبنا إليك. فنزل المطر كأفواه القرب. فإخواننا، الضائقة ما ترفع بالأساليب الملتوية، وما ترفع بالكذب والخداع والغش وابتزاز الناس، إنما يا أخوان أي شيء بينزل على الإنسان في شخصه، في خاصة نفسه، أو في مجتمعنا عموما، مجتمعنا الإسلامي أو في دولتنا، نحن بنرفع هذه الضائقة باللجوء إلى الله وبالصدق وبالأمانة وبالرجوع إلى الدين. الرجوع الصحيح ده هو اللي بيحل علينا أي ضائقة وأي مشكلة، زي ما ربنا قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نحن لما نكذب
ونلف وندور وناكل حق الناس وناكل الربا ونبتز الناس في أموالهم ونحتغر الزول اللي ما عنده مال في يده وكده كده حزيد علينا الضائقة زيادة. فنرجع لربنا سبحانه وتعالى ونخلص ونتوب ونستغفر أي حاجة بتتحل بإذن الله تعالى. طيب ثلاثة يقول ما هو رأيكم في السبحة الإلكترونية وهل تعتبر بدعة؟ السبحة بدعة لو كانت إلكترونية ولا سبحة جارينا ماخذينها في اليد ولا اللوبة الكبيرة بتاعت الغوم بيشيلها في مخلاها ديك؟ السبحة في النهاية بدعة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين ما سبح بها وهو أعبد الناس لربه سبحانه وتعالى، ما سبح بسبحة، إنما عقد التسبيح بأنامله كما صح الحديث في سنن الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأنامله يعني بأصابعه يسبح. فإنت أصلا ما محتاج للسبحة. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بعدين الناس حجتهم الوحيدة يقول لك يا أخي بتحفظ لي العدد، إنت ذاتك ماسك لك عدد أكثر مما تطيق نفسك وإنت تنتبه له وتركز معه ليه؟ الأعداد الموجودة في السنة أكثر 100، يعني ليه أنت بتأخذ لك عدد ذاته ما تتحمل أنت وما تطيق نفسك وما تقدر أنت ذاتك تحسبه؟ فده ذاته غلط، هو في حد ذاته غلط. أنت ما محتاج للسبحة، والسبحة ما واردة في السنة. سبح بأصابعك، وإنت لو تذكرت سبح، ولو ما تذكرت أنت ذاتك ما عندك مصلحة في كونك تمسك لك سبحة في يدك وتكون جارية واحد بتونس مع الناس تلقاه، تلقاه بتونس ما شغال بأنه بقول في شنو وماسك السبحة بيعمل لها كده وخشمه قافله، لا بقول سبحان الله، لا بقول استغفر الله، لا بقول اللهم صل على نبينا محمد، ما بقول حاجة، ماسكها في يده بطقطق فيها كده. ده هذه ما عبادة، وكأنه بتخيل إنه لما السبحة ماشية في يده معناه هو بيعبد في ربنا، هذه ما عبادة. وبالتالي السنة أن تسبح بيدك. وما ورد من الأقاويل أو الآثار أو الأحاديث إنه بعض الصحابة كان له سبحة وعنده خيط معقود وعنده حصب يعد به، كل ده ما ولا ثابت منه شيء. من حيث السنة الصحيحة لم يثبت منه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابه الكرام. طيب رابعا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حلفت على زوجتي لو فعلت كذا فأنت طالق، فهل الطلاق واقع؟ يا أخوان المسألة دي كثير جدا الناس بيسألوا منا وموجودة في المجتمع، ودي عند الفقهاء بسموها الطلاق المعلق. زول يعلق الطلاق بشيء معين. فالطلاق المعلق ده نوعين، إما يكون بصيغة إنه الإنسان لو عملت كده أو ولو ما عملت كده، بحيث إنه غرضه الأساسي إنه مرته دي مثلا ما تمشي السوق أو ما تلبس اللبسة المعينة أو ما تزور الشخص المعين، أو مثلا زوجته دي تعمل كده يعني دائرة تعمل شيء معين. إذا كان الغرض من كلامه الحث أو المنع، دائرة تعمل حاجة أو ما تعمل حاجة، إذا كان هذا هو الغرض الأساسي من كلامه ويمينه بالطلاق، يبقى الطلاق ده ما بقع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وما نيته يوقع الطلاق، إنما نيته في الحقيقة إنه يمنع ما تمشي أو يجبره تعمل حاجة معينة. فنيته الأساسية ما الطلاق، إنما نيته الأساسية شنو؟ المنع أو الحث. ففي الحالة دي الراجح من أقوال العلماء، وإن كان جمهور الفقهاء بيوقعوا الطلاق ده، لكن ذهب شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم إنه هذا النوع من الطلاق ما يقع. أما لو علقوا على شيء ما فيه حث ولا منع، يقول لا لو صبح الصباح أنت طالق، لو دخل رمضان أنت طالق، كويس؟ لو أخوه جاء من السفر أنت طالق، فهذا الطلاق ما معلق بشيء فيه حث أو منع، إنما معلق عليه أمر، هذا الأمر إن حصل حصل الطلاق، الطلاق بيحصل. وفي الجملة
الحلف بالطلاق ده يا اخوانا محرم ما بيجوز، والانسان ما يعود لسانه الحلف بالطلاق كل مره علي الطلاق علي الطلاق، في السوق لو داري يتم له بيعه علي الطلاق، في لو داري يدخل له زول يعزمه على بيته يتغدى معاه ولا يشرب معاه قهوه علي الطلاق تخش. الانسان ما يعود نفسه يا اخواننا هذا الحلف وهذا اليمين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، هذا لو أنت بتحلف حليفة صحيحة، فكيف بأنه أنت بتحلف حليفة ذاتها هي محرمة في أصلها وبعد ذلك تدخل نفسك في إشكالات الطلاق وقع وما وقع، فهذه مشكلة كبيرة الإنسان يبتعد عنها. طيب خامسا، ما مفهوم الحديث استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك؟ مفهوم الحديث استفتي قلبك لما تجد أمر فيه سعة من الناحية الفقهية، يعني مثلا تسأل عن أمر معين من الأمور والشيخ اللي بتسأل أو العالم يقول لك يا أخي المسألة دي والله فيها قولين من أقوال الفقهاء والمسألة فيها سعة، يعني ممكن تعملها وممكن ما تعملها، تقول له أنا مسافر وفي نهار رمضان مثلا أفطر أنا في خلال سفري ده وقضي فيما بعد ولا أتحمل الصيام في السفر؟ المسألة فيها ساعة عند الفقهاء وفيها خلاف من زمن الصحابة، فاجتهاد عليه أنت في الحالة دي استفتي قلبك، الشيء اللي أنت ارتاح له قلبك أعمله لأن المسألة فيها ساعة. لكن ما تدخل النقطة دي بالذات يا أخواننا، وهذا الأثر ما يدخل في مسائل الحلال والحرام، إنه أنت تمشي تسأل العالم ألو يا شيخ أنا والله مثلا، ودي كثير بيسألوا في الشباب اللي في الجامعات يقول لك أنا دار أتزوج أول دار أتزوج لي بيت من غير إذن أهلها، الزوج في الجامعة كده بس يقعدوا نفرين ومعاهم تاني واحد عامل فيها بيكتب لهم الورقة دي فلانة وده فلان، يكتب لهم الورقة أنت قبلان أيوة زوجت نفسي وده قبلته كده، وبعد ذلك يقول لك استفتي قلبك، يقول لك أنا ما خلاص استفتيت قلبي، ده يا اخواننا حرام ولا يجوز لك تستدير بالاثر. استفتي قلبك في حاجه من قبيل الحلال والحرام، حاجه محرمه ولقيت الفتوى فيها انها حرام خلاص تاني ما عندك مجال تستفتي قلبك فيها، ولا تقول ريحتني نفسيا كده انا مرتاح ليها، زول يقول لك يا مولانا والله السبحه دي انا مرتاح ليها نفسيا، يعني شايله كده مرتاح، كونك مرتاح ولا ما مرتاح ده ما معناه صح، الصح هو الوارد في الكتاب والسنة. طيب ستة يقول ما موقف المسلم فيما يحصل بين السعودية وقطر؟ ده سؤال جريء شوية. عموما اللي بيحصل بين السعودية وقطر السودان مصر الكويت غيرها من البلاد الإسلامية، انت كمسلم الواجب عليك أن تبتعد وتنأى بنفسك تماما عما يتعلق بالأمور السياسية، ابتعد، وأي شيء أخواننا من أمور الدين والدنيا له أهل اختصاص، والحكام ربنا سبحانه وتعالى خصهم بهذه المهمة وجعل مسؤولية في أعناقهم، قال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم بالعدل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقضية التعاملات السياسية والأمور التي تتعلق بعلاقات الدول والأمور التي تتعلق بسياسة البلد وبحكم البلد وبغيرها، أنت كمسلم عادي مواطن زيي وزي غيري أنا ما عندي أي تعلق بها ولا شأن لي بها، هذا أمر يخص الحاكم، إن أحسن فله أجره عند الله سبحانه وتعالى وإن أساء فله ذنبه عند الله سبحانه وتعالى، وأنا الواجب علي إذا وجدت الحاكم أو إذا أنا حرصت على النصيحة وكنت من أهل النصيحة والناس اللي عندهم كلمة وعندهم احترام أمشي للحاكم وأجلس معه وأنصحه وأذكر بالله وأعظ بالله سبحانه وتعالى وأوريه الواجب عليه زي ما كان الصحابة ينصح بعضهم بعضا ويقوم الحاكم ويرسل إليه الرسائل اللي فيها النصيحة والموعظة الشديدة، وربنا سبحانه وتعالى ينفع بنصيحتهم ويصلح بهم. أما كون الناس
يتداول الأمور دي على الواتساب وعلى الفيس، وده يتكلم وده يخبط وده يجيف مع الدولة ديك وده يجيف مع دولته على الدولة الأخرى، أو ده يجيف مع الدولة الأخرى على دولته هو، هذا الكلام يا أخواننا لا يجوز شرعا، وفيه من الفتن وفيه من الغبن وفيه من إثارة الأحقاد وفيه من تأليب المسلمين بعضهم على بعض. ما فيه يعني ما هي المصلحة الآن كون أنا أقلب القطريين على المصريين أو المصريين على السودانيين وأشتعل الفتن وأثير الغلاغل بين الناس؟ هذه ما فيها مصلحة، هدفها تفرقة المسلمين. الأمور السياسية وما يتعلق بالحكام أنت لا شأن لك به، ما تتدخل فيه ولا 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 أنت من أهل الشأن. ناس قاعدين، واحد ماسك له موبايل وقاعد لجم كبس بتاع كهرباء وشغال النهار كله، السعودية عملت وقطر عملت، وأغلب الأخبار كذب وأغلب المعلومات المتداولة غير صحيحة، والناس يتعاملون بالكذب ويسيروا بها الفتن والإشكالات. فعموما ما عندك دخل إنت كسوداني لا بما يدور في قطر ولا ما يدور في السعودية. يا أخي أنت ده المسلمين بينك وبينهم أخوة المسلم، إن كان في مصر في السعودية مسلم في أمريكا في غيره، أنت بينك وبينه حق المسلم على المسلم بس، ما أكثر من كده. أما ما يتعلق بالحكام وبغير الحكام دي أمور تخص الحاكم، أنت ما عندك بها دخل. وما هي نوع من الفهلوة والثقافة؟ والواحد السودانيين يعجبوك إلا من رحم ربك، الواحد عامل فيها مثقف بس ما يفتحوا موضوع طوال دخلوا. طبعا والله أنا أرى أنه المسألة دي غلط، والحجة ما مفترض تنظم السعودية، ينظموا منه يعني؟ تنظموا أنت؟ أنت ما عندك دخل يا أخي، ما عندك دخل يا أخي. يا أخي قبل ما يجي الإسلام السعودية كانت بتنظم الحج، قبل ما يجي الإسلام ذاته دي السعوديين ناس أبو جهل وأبو لهب ومن كان بيسقوا الحجيج وبيعملوا دي كانوا سعوديين، فلا شأن لنا بتنظيم ده ولا أنت ما عندك به شأن يا أخي. فالإنسان إذا قدم عمل خير كالسعودية ولا غيره، قدمت عمل خير السودان مصر غيره من المسلمين، قدم عمل خير للمسلمين عموما يشكر عليه. السعودية تشكر على تنظيمها للحج، غيره من البلاد الإسلامية تشكر، ونحن كشعب ما عندنا علاقة بكل هذه الأمور ولا دخل لنا ولا شأن لنا بالأمور السياسية.